احنا خلاص لقينا بقى ما عادش كان شويه نور مطفو يعني. لا فاهم شغله صحيح بس انا شلت البلد دي على كتافي انا مع الفيلم مع بعض. انا مش طالب محطوطه في العداد كل حد يحسسها مجانا محطوطه كده وبعدين صعب عقلي محمد السيد انا خليه السيد لا هنزل لك العمدان على حسابك هنزل لك العمدان على حسابك بس بشرط بس بشرط لو طلعت العمدان دي هتمشي في ارض زراعيه او حاجه او هتاخد حرم طريق سريع المفروض ما ينزلش عمدان هنا مش هتمشي زعتري كلها يا فندم حرام هي كلها على الطريق انا بس مستند انا ضغط اكثر مش عارف بعد عند اللي هو التخييم في المركز الرئيسي على العلم ان احنا استمرت تتجمع نروح في شخصيه المركز الرئيسي هنا بس على العلم تتجمع تيجي هنا تتراجع يعني احنا ما عندناش احنا نتابع مسلسل موجود في التعليمات التنظيميه مش مسلسل انا اتواصلت معاه ماشي بال 65 اسمعوا 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 وقت عايزين الموضوع هي تسعات مع شكرا من الساعات دلوقتي الوقت الحالي لحد دلوقتي تستحق في شهر 3 لما تكمل 65 سنه او لو الكشف الطبي قال لي نعم عملت كشف حاضر حضرتك هتعمل لها معاش كرامة الكشف الطبي اللي معاها لغايه ما توصل لغايه شهر ثلاثه يتحول سن طبي اكتبي بسن الالم ما تكتبيش بضهر سن الالم سن الالم يعني حضرتك الكشف اللي معاها دكتور سعيد دكتور سعيد الكشف اللي معاها ده ايه والكشف اللي بتتكلم عليه الدكتور ايه؟ الكشف اللي معاها انا معايا كشف التامينات الدكتور هذا كشف الدكتور عاملاه فين؟ عاملاه في التامينات كان شغل في واحد لا كنت الاول بتعمل في التامينات الدكتوره كريمه بعدين انت قلت لي اعمل ايه؟ قال لي قول لي قول لي قال لي انت حتى الوزير قول لي راجل قول لي كفايه سمعتك بس طب بس عايز اقول لك بس ان احنا نعمل الكشف المايكل ده كلام نهائي بقى يتنفس بالظبط الست دي الكريمه المحترمه دي محترمه والله هتصرف لك المعاش بتاعها الله يخليك عليهم الناس تدي 20 فلاحين يدوا 20 يدوا 30 يجيبوا لها باذنجان يجيبوا لها يجيبوا لها عند السيد ما عاد رضيش يدي راح ما رضيش يوظفوه ابدا وليه 25 سنه يعني كانوا بيدوا الناس هو عتريس عتريس ده ياخد لبن وبيض من الناس بتاعت الفلاحين اه يوظف يوظفهم كلهم انما جوزك ما عندوش لبن وبيض فما وظفوش طيب وانا ولي عيان حاضر وعجاهز اني اوديك والله اسمعي اسمعي بس الكلام انا دلوقتي على المستشفى الاسماعيليه انا عامل طلب مكتب المدير وانا هكلمه دلوقتي عشان نسمع تروح تشوف اه هو ركب وكان عزام وهي دكتور سعيد دكتور سعيد راجل محترم وراجل خير قولوا له بس اسمك ايه؟ بخيت حسن احمد ما حب استغل الفرصه روح على المستشفى على طول دلوقتي والله عارفه؟ خد توك توك من هنا مستشفى النيل امير امير اميره؟ اه قول لهم انا جاي من عند الدكتور سعيد بس قول لي كده اديني ورقه اديك ورقه انت طبعا هتروح اي مستشفى
ممتاز معانا احنا. لا مش هتدافع عن المريض، انت اللي هتتحركي بابنك تروحي تتكابل وتروحي مصاريف وبتاع، تعالي كده من لغايه ما يواجهك الدكتور سيد على صحتك الطيبه بتاعته، هتقول يا فندم انا مش عارف انا معيش فلوس هركب ايه ولا ايه، هتاخد فلوس مصروف جيب معاكي لغايه ما تقضي المشوار. ايه تاني عايز ايه؟ خلاص ربنا 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 يقدرك قوي يعني، ربنا يقدرك. لا فندم هم كانوا مسافرين كرفان فقط مطرح ما يوقف كل رجل. هذا الألم الأحمر بتاعك. هذا الألم الأحمر. أنتوا كم شيخ؟ أربعة. ثلاثة لا شيل الشباب اللي طرفهم لا أربعة.